كابتن تعال نبدأ المشوار من أوله. أنت كنت لاعب كورة، كرة قدم، اها إيه بقى اللي حصل علشان تتغير وتبقى لاعب سكواش؟ لا والله يعني كان عندي 9 سنين وبلعب كورة من وانا عندي 5 سنين كده. كان عمي ساعتها في منتخب مصر وكان بيدرب، كان ماسك اكاديميات وكده في سكواش، فبس كنت اجازة الصيف فروحت معاه، شفت اللعبة يعني في الاول وعجبتني يعني، بس طبعا كان سني متأخر شوية، اللي هو كان عندي 9 سنين. احنا عندنا في السكواش بنبدأ من احنا عندنا 6 7 سنين فانت يعتبر داخل على سن يعني بالظبط. فالمرحلة تحت 11 دي لما دخلت بقى اللعبة وكده، يعني انا يمكن كنت بسيب سكواش واروح الكورة يعني، حتى لو كان عندي من تمارين كتر سكواش حبك كنت للكورة يعني. بالظبط يعني. بعد كده كملت في السكواش وتحت 11، ما كانش في يعني كوتش في الرانك اصلا، مش موجود على مستوى انت عشان الجمهورية. ابتديت متأخر قوي فما لحقتش بالظبط بالظبط يعني، توصل تحت لأي حاجة. 13 ممكن، وانا عندي 12 سنة ابتديت اللي هو يعني ابتديت يعني احقق كاس مركز تاني مثلا منطقة كده، لغاية لما الدنيا جت معايا يعني الحمد لله. يعني لا يعني نقدر نقول ان التأخير في دخولك السكواش هو برضو اثر عليك شوية، ان انت مش من البداية دخلت يعني بالظبط بطولات بالظبط. ورانكينج يعني. يعني هي كانت كله كورة بقى ساعتها، وكنت يعني اللي هو مش كنتش عايز اسيب الكورة واروح ما سكواش. كنت عايز اسألك ازاي اقتنعت بسهولة كده؟ بص ما يعني انت اقتنعتش، طبعا مش كده، لا انا ما اقتنعتش. اصل انت يعني مشجع كورة رهيب وبتعشق الكورة، وفي السكواش في الملعب بتلعب كورة يعني عادي بالظبط. جدا، ازاي بقى التحول ده حصل؟ ازاي تتنازل عن كرة قدم اللي انت بتعشقها وتبقى في السكواش؟ والله يعني هو موقف يعني صعب شوية، اللي هو كنت اهلك في ضغطوا عليك ولا ايه؟ يعني كنت في النادي و ساعتها كنت يوم بلعب، انا فاكر كان عندنا ماتش، احنا كان نادي الجزيره كنا بنلعب مع وادي دجله، فيمكن انا ساعتها كنت لازم العب تمرين سكواش، فبابايا قال لي انت لازم تحضر تمرين سكواش بعد كده تروح الكوره. فكان الباص بقى ساعتها بتاع النادي هيمشي ورايح على دجله، فانا قعدت اتحايل على المدرب ساعتها في سكواش، قلت له انا عايز العب بدري عشان انا ورايا عشان ماتش انا الحق. مش فاضي. بالظبط، عايز الحق يعني. فهو كان فاضي يعني، بس قال لي لا، هو تقريبا مش عارف بقى، قال لي لا مش واضح هلعب، انه مخطط، مش ده على هلعب فكرة كان دلوقتي، مش هلعب مخطط. دلوقتي. فبس ساعتها رحت وما سمعتش كلام بابايا ساعتها، ورحت ده انت رحت الماتش رحت يعني. الماتش رحت الماتش الكوره، وساعتها تقريبا كان اخر لعبه ليا يعني في يا الكوره. نهار ابيض، انت كده فبس قضيت على نفسك يعني. فرجعت يعني، رجعت مثلا ساعتها رجعت النادي مثلا على الساعه 2 بالليل او 1 بالليل حاجه زي كده، ومحدش عارف انا فين يعني. وكان ساعتها عندي مثلا بتاع 9 سنين ولا حاجه زي كده، ده انت يعني فكان صغير كارثه، كانت اكيد كارثه يعني بالنسبه لي. عملت عملة يعني من الاخر، خير فساعتها بقى عملت عملة. بالظبط ساعتها كان هيرجعني تاني، بس طبعا بعد شويه. بعد كده كنت اتعلقت بقى بالسكوش ساعتها، وبعديها لما رجعت الكوره تاني بعد شويه، بس ما كنتش بلعب قوي، وكان في نفس الوقت انا كنت خلاص عايز اتجه ان انا اروح نادي تاني غير الجزيره وفي الكوره، وبعد كده يعني شويه مشاكل كده، بعد كده رحت رايح بقى على السكوش. يعني انت يعني في الاول نقدر نقول في الاول الاهل هم اللي وجهوك للسكواش. بالظبط.